اختي اخواتي السلام عليكم وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم في الحلقة الجديدة من قناة عبد الكريم مسلم. غير اللي مازال ما اشتركش معايا في القناة يشترك ويفعل الجرس باش ديما يوصلكم الجديد وديما الجديد كل نهار كل نهار. موعدكم دائما على الساعة 7 مساء. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، مرحبا بكل من يحضر معي. غير ما تنساوش من اللي تشوفوا الفيديو الله يجازيكم بخير خليوا لي التعاليق ديالكم، علقوا لي قولوا اللي عجبكم. مرحبا بكم راه القناه ديالكم واهلا وسهلا ومرحبا بكم ديما. كنقول لكم مرحبا بكم من القلب قسما بالله، الا كنرحب بكم وراه كنوعدكم ديما بالجديد كل نهار جديد الجديد على القناة ديالي. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. ارى برع هذا واحد الدري قال لامو غدا تمشي معايا للسكويلة. قالت لي علاش وليدي؟ قال لي راه المعلم قال لينا اللي جاو ما صايبش التمارين غادي نضرب امو. هاي هذا واحد المعلم عينوه في واحد العروبية جاب ليهم واحد البواطة ديال كاشير ويقول ليهم ما هذه اكل شي ضربة بسقلة. نقز واحد منهم هو يقول لي ستات ستات ستات. قال لي قومة ديال 1600 الدريات حق الله العظيم تشحل فيهم ديال الزفيط. قالت لك يا سيدي جاوني 3 ديال المهندسين و5 ديال الدكاترة ولكن كاع ما قبلتش عليهم. هو راه جالسة مع ولد عمتها يلا خارج من الحبس مشدود على قبل الميكروفون سافر من الجامع. الحب في المغرب بحالو بحال الكلب ديال العروبية، أما حدك تتبعو هو هارب منك عاد هرب منه ويتبعك. وقال لي هالطبيب بغيت الصورة ديال أشعة الصدر ديالك. قالت لي واخا ولكن احلف حتى تمسحها لن أضيف النساء بعد اليوم على الفيسبوك. واش نقبل أميرة بحجاب وطلع لي سعيد بلحيته؟ حطت لي العشا وقالت لي قول بسم الله. قال لها علاش؟ قالت لي باش الشيطان ما ياكلش معاك. قال لها على طيبك الزين الشيطان واخا يموت بالجوع وما ياكلش ماكلتك. أكان تابعها باش تعطيه النمرة حتى دخلت الفرماسيان وطلبت جهاز كشف الحمل ونظرت إليه وقالت لي غادي تمشي ولا غلصتخ أمك في فمك. وكيحلفوا الناس باللي دخل في الجاج وهربان. هادو جوج دراري دخلوا المدرسة معطلين، هو يقول لهم المعلم فين كنتو؟ قال لي هالستاد راه أنا طاحت لي 10 دراهم بقيت كنقلب عليها النهار كامل. هو يقول لي المعلم وانت فين كنتي؟ قال لي راه أنا اللي كنت عافض على 10 دراهم. غاباش نتفاهمو الفرق بين الحبل القصير والباس القصير. الحبل القصير كيهجر حمار واحد والباس القصير كيجر 100 حمار وراه. هذا واحد خينا مبوق مسالم مشى يزور واحد صاحبو ياباني في الانعاش، ملي دخل عالدوب هو يقول ليه تشين تشون تشان. هو يقول تشناهي هاد الكلمة عباد الله؟ اطلع للسيفارة باش يعرف المعنى ديال هاد الكلمة. هو يقول ليه المعنى ديال هاد الكلمة هي هز رجليك على الكيس الاكسجين الله يلعن الحمار بوك. هذه واحد المرة سيرت تحدث هي وصاحبتها وهي تقول ليها هاد جارنا هاد عرفتي اش كيدير الكارو ولكن راه ولدك قالوا لي تا هو كيكمل. قالت ليها لا ولدي راه تا كيحل الكارو وينقي عادي يجمعو ويكميه. هذا واحد الموظف هز التليفون ديالو وغلط في النمره وهو يصوني على المدير. هو يقول لي سير جيب لي كاس ديال اتاي وحطو لي في البيرو بالزربه يا بالحمار الاخر. هو يقول لي المدير تعرفتي مع من كتكلم؟ هو يقول لي الموظف لا. قال لي راك كتكلم مع المدير. هو يقول لي الموظف وتعرفتي مع من كتكلموا؟ قال لي لا. هو يقول لي الموظف الحمد لله. هذا واحد خينا كلا واحد الشليله ديال الكرموس هو يتعسم امشى للطواليط. ملي مشى للطواليط بقى يتعسر المراه تسحبو ما كاينش في الطواليط. مشى طفات الضو ديال الطواليط. هو يقول لها وا نعيمه واش تدفيتي عليا الضو؟
قالت لي رانا اللي طفيت عليك الدوره نسيت. قال ليها اسحب عيني قال لي تفرقعوا. قالت امراه مشوهه الوجه ارايت بشرا مثل جمالي وحسن بهائي؟ فرد عليها زوجها انت حقا يا عزيزتي ملاك وقع من السماء ولكن على انفه. هذا واحد الحناش تابعين واحد الشفاره شويه خسرت لهم سطافيط هما يركبوا في الطوموبيله ديال كنور. ملي شدوهم طلعوهم للطوموبيله واحد خينا منهم بقى يضحك يضحك يضحك. هما يقولوا لي حناش دخلت عليك بالله علاش كتضحك؟ قال لهم شفت الطوموبيله بكنور بالدجاج ولكن عمرني ما شفتها بالحناش. هذا واحد خينا مسميونه في الدرب شلاده اطلع لي الدم مزيان. امشى للحج وغادر ديك المدينه اللي ساكن فيها 30 عام. واحد نهار رجع اتلاقى به واحد السيد صاحبه قديم كيعرفو. هو يقول ليه واش انت هو الحاج البصله ولا مطيشه؟ هو يقول لي تخلطها غنخلط امك. هذا واحد خينا سكران طلع للطوبيس هو يقول لي السلام عليكم. حتى واحد ما رد عليه السلام. امشى حدا الشيفور هو يقول لهم هاد الجهه ديال الحمير وهاد الجهه ديال البغال. نقز واحد خينا من الجهه ديال الحمير هو يقول لي خويا الله يرحم لك الوالدين انا راه ماشي حمار. هو يقول لي نوض دوز للجهه ديال البغال. واحد المسخوطه خايبه ما فيها ما يتشاف قالت الراجل هنود صايب ليا الشرجم باش جارنا المعطي ما يشوفنيش. قال ليها راه شافك وقال لي صايبو انا غنخلص النجار. هذا واحد سكيري كيمشي للبار ديال الشراب وكيبقى يشرب ويحنجز في السربايا. واحد النهار السربايا طلع على الدم ويتمشي عندو قصداتو. قالت لي تدعوة الله كيفاش ملي كتجي تشربك كل ساعة كتبقى تحكر فيا؟ قال ليها ملي كنبقى نحكر فيك كنشد بك الميزان ملي كتباني ليا زوينة كنعرف راسي سكرت. اشي مغاربة مشاو للحج باش يطوفوا انتبهوا سوف تلتقون بنساء جميلات من تركيا وايران فلا تطلبوا النظر حتى لا تفسدوا حجتكم. واذا رأيتم امرأة جميلة قولوا يا الله لتذكروا انفسكم بالحج وغير دخلوا الطواف. هو يقول واحد خينا منهم الله هم يقولوا كاملين فينا هي فينا هي فينا هي. هذا واحد المكلخ في الورقه ديال الامتحان خلاها خاويه هو يكتب فيها صمتي لا يعني جهلي ولكن ما يدور في عقلي لا يستحق الكلام. هما يعطيوه النتيجة مكتوب فيها رسوبك لا يعني فشلك ولكن خفة دمك تستحق أن نراك السنة القادمة. هذا واحد خينا قالوا لي راه عندك حرية التعبير قول لي بغيتي. هود عليهم فين الديمقراطية فين حرية الرأي فين فلوس الشعب فين الفوسفات فين الكريمات في الكيرانات فين هزيني فين الدو شكون انا فين انا. هذه واحد المراه قالت لراجلها علاش النهار الاول ما قلتيش ليا باللي انت مزلوط كون قلتيها ليا كاع ما غنتزوج بك. وقال ليها راني ديما كنقول لك راه باللي انت هي اللي عندي وانت راس مالي وانت حاله فمك وضحكي كاع ما كاين هنا. هذا واحد خينا هز مدها على الطبيب هو يدوز ليها الطبيب ويقول لي شوف وليدي راه ما كاين ما نخبي عليك الوالده ديالتك راه خاصك تشوف لها شي راجل اللي تزوج بها باش تصح ان شاء الله. هو يقول لي الدري واش الطبيب الوالده راها كبرات على 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 الزواج اش بغات بشي راجل؟ هي تقول لي وليدي تسكت شويه تتعرف احسن من طبيب. تبون الرئيس ديال الجزائر قال لهم حبسوا لي العراسات. واحد خيتي كتقول لي تعال خطبني قال لها تتعرفي احسن من رئيسه.